استاذ لطفي الزعبي عامل حلقه مع احمد الطيب المعلق الرياضي في قناه الدوري والكاس، كلها او اغلبها الكلام عن علقه احمد شوبير لي. يخصني امرين، امر ان هو تاله على الله ورافض الصلح، فقال لك ايه نتقابل في الجنه ده اذا هو دخلها، والعنوان بتاع الحلقه بيقول ايه؟ لن اصالح ونلتقي في الجنه اذا هو دخلها. لا تتأله على الله يا احمد، لحقت نفسك بعدها ماشي، لكن لا تتأله على الله. الجنه دي في علم الغيب، ربنا اللي يعرفها يا حبيبي. انت ما تعرفش مين داخل الجنه ومين داخل النار. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له حديث بيقول فيه: رب رجل يعمل بعمل اهل الجنه فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل، ورب رجل يعمل بعمل اهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخل. ماشي. وسيدنا الامام سيدنا ابو بكر الصديق خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا امن مكر الله ولو كانت احدى قدمي في الجنه. والرسول عليه السلام قال لفاطمه ابنته: اعملي يا فاطمه فاني لا اغني عنك من الله شيئا. انت بقى دلوقتي بتحكم على الناس جنه ونار وبعدين تسخر منه؟ طب هو الراجل بيقول له ايه؟ الاستاذ لطفي الزعبي بيقول له ايه؟ بيقول له انه معلق كويس وفي 98 حصل على وسام الجمهوريه من رئيس الجمهوريه الرئيس حسني مبارك. يقول له: ما فيفا عبده اختيرت الام المثاليه، فيفا عبده الدوله المصريه لم تختارها الام المثاليه. انت بهذا القول تدلس. رئيس الجمهوريه لم يكرمها كام مثاليه، رئيس الجمهوريه بيكرم امهات مثاليات فضليات ماشي، لكن انت تربط بينه وبين فيفا عبده؟ يا اخي انا مش فاهم في ايه. بعدين عمالين نتكلم في الضرب وانت شكلك عاوز تنفي الضرب والعلقه والكلام من ده ماشي. طب ما انت نفسك رفعت عليه قضيه يا احمد انه ضربك. ايه القضيه يعني؟ ما انت رفعت عليه قضيه بتتهمه بالاعتداء عليك، يعني ما فيهاش حاجه انك انت تقول اعتدى عليا ضربني. وبعدين الراجل يقول لك كان معدين معايا تقول له عيب ومش عارف ايه، وكانك جاي تديله درس في الاعلام وهو قدك 9000 مره في الاعلام ماشي. ثم انك انت تسخر من انسان، تسخر من انسان يعني ايه؟ تقول عليه واجهة الإعلام المصري وتسخر وتستهزئ بيه، حرام عليك. مش هقول اسمه بس حرام عليك. حرام عليك إنك تسخر من بني آدم. حرام عليك إنك أنت تحس إنك أنت من طبقة تانية والناس من طبقة أقل منك. بعدين ده الراجل ده اعتذر لك عن اللي أنت عملته عن أو عن تجاوزه في حقك. ليه أنت تسخر من الناس وتقول عليه واجهة الإعلام المصري؟ مال بني آدم يا أخي زيه زيه، له متابعين وله جماهيري، الناس بتتابعه يا عم. ايه القضيه يعني؟ تسخر منه ليه؟ ايه الاستعلاء اللي انت بتخاطب بيه الناس ده؟ وبعدين لما يكلمك ويقول لك ابو المعاطي زكي تقول له: مين ابو المعاطي زكي؟ ابو المعاطي زكي يا دي احمد اللي جالك البيت وعمل معاك حوار بعد ما شوبير ضربك، وكان بيصوره زميلنا حاتم شعبان شقتك اللي هنا اللي في مصر الجديد اللي جنبي هنا ماشي. ايه مين ابو المعاطي زكي؟ سيدك وتاج راسك، سيدك وتاج راسك، وما يتشرفش بعلاقه معاك، ما يتشرفش باقامه علاقه معاك، لانك رجل غير امين بالمره في تعاملك مع اصحابك او تعاملك مع الناس. مين ابو المعاطي زكي؟ الراجل بيقول لك يا بني ادم ابو المعاطي زكي لما شوبير ضربك كتب ان ما فعله شوبير يستحق الاعتزال وليس الاعتذار، لانه فقد اعصابه وضربك على الهوى مع الراحل العظيم استاذ وائل الابراش. انا كتبت ده وجيت لك عملت لك حوار. مين ابو المعاطي؟ ايه يا عم الاستعلاء اللي انت فيه ده؟ ايه يا عم الكبر اللي انت فيه ده؟ ايه يا عم الغرور اللي انت فيه ده؟ انت جايب ده منين؟ جايب ده منين؟ وبعدين بتنكر واقع انت اللي قلتها لي في التليفون، انت اللي قلتها واعترفت بيها وتتصل بيها تشمت فيها. لا اله الا الله، فكرتنا يا اخي بحاجات الواحد كان نسيها وكان نسيك اصلا. يعني انا كنت نسيتك اصلا، ولا انت في دماغي ولا اللي زيك الواحد يهتم بيه ولا يعيره اي اهتمام، لان كلك غرور وكبر. اعوذ بالله منك يا اخي، اعوذ بالله منك يا اخي، اعوذ بالله منك يا اخي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ايه يا عم الغرور اللي انت فيه ده؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله، اعوذ بالله، اعوذ بالله منك ومن امثالك والكبر اللي انت فيه واللي بتتعامل بيه مع الناس. مين ابو المعاطي زي كده؟ سيدك وتاج راسك، سيدك وتاج راسك، سيدك وتاج راسك. شوف انا بقول لك ايه،
وماليش الشرف ان انا ابقى سيدك وتاج راسك. ما انت اللي اتصلت بيا تشمت. ما كنا في كاس العالم للانديه اللي كان في قطر، وكنا الحلقه اللي مع خالد جاسم وماجد الخليفي والمجموعه اللي كانت موجوده وهو كان موجود. جالي رئيس التحرير بعد الحلقه: يا استاذ ابو المعاط. قلت له نعم. قال لي: الاستاذ عيسى الهيتم مدير القناه بيقول لازم تبقى معانا طول الوقت، لازم تبقى معانا طول الوقت. طلع تغريده ليا كنت انا كاتبها ايام الخلاف مع قطر، ان انا ادعم مصر والسعوديه والامارات والبحرين ضد مش عارف كذا كذا. ده موقف وطني خدته وتمسكت بيه في حينه، وما زلت متمسك بيه، بدافع عن بلدي طبعا. انت ما تعرفش ده، يبقى انت حر في نفسك. لكن الفكره ان جاب لهم التويته دي اللي كان بقى لها 3 4 سنين عشان ان انا ما تواجدتش. والله العظيم عبد الناصر قاعد يقول لي هو عمل هو سوى. انا ما اعرفش الناس اللي في قناه الدوري والكاس وعارفهم اكتر مني، وكان كده يعني. وانا ما صدقتش انه يعمل كده، والله ما صدقتش انه يعمل كده. ماشي. لحد لما رجعت تاني يوم، لما رجعت لقيته بيتصل بيا مكالمه شماته في اللي حصل. ولم اوقن تمام اليقين ان هو اللي عمل كده غير لما اتصل بيا شامتني: حسبنا الله ونعم الوكيل، فيك هو المنتقم القهار، هو المنتقم القهار. الحمد لله الحمد لله. انت يعني اقول لك ايه، بس يعني يكفي حاله الرفض الشعبي والجماهيري لك في مصر، وانك مرفوض شعبيا وجماهيريا، بتتمسح في الزمالك ها لما انت اترفضت من كل الناس، يكفي ده. لكن انت على المستوى الشخصي بالنسبه لي انا لا اتشرف باي علاقه معاك، لا اتشرف باي علاقه معاك، لانك انت شخص مؤذي. ويقول لي ايه، هم الاهلاويه عاوزين يمسكوا كل حاجه. اهلاويه وانت بتقيس العلاقه بالناس باهلاوي وزملكاوي؟ يعني انت ما خدتش بالك انك انت اذيت واحد مثلا في اكل عيشه، او اذيته معنويا، او خليته عاش ايام سودة باقي الفتره الواحد كان قاعدها. هو كان هناك يطالب بطرحنا هو وشلته، وخالد الغندور هنا يطالب بمحاكمته. يا عم الدنيا مش دايما لحد، واللي بيتوكل على الله هو حسبه، والحمد لله فضل ونعمه من ربنا، فضل ونعمه من ربنا اللي احنا فيه، وكرم كبير. ويكفي ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه فتح لنا قلوب الناس. لكن انت من ده انت حتى المذيع اللي قدامك الاستاذ لطفي الزعبي ما فيش احترام ليه اصلا، كل كانك انت رايح تدرس له او تعلمه، مش عايز يديه فرصه انه يسالك، مش عايز يديه فرصه انه يسالك. مين ابو المعاط ده؟ انا حتى اللي كاتبه وقتها كان ضد شوبيه ولصالحك، وجيت لك عملت لك حوار. مين ابو المعاط ده؟ ما اعرفش يا عم. في ايه يا عم؟ في حسبي الله ونعم الوكيل، فيك انتقم منك ربنا دنيا واخره باذن الله تعالى. لكن يا حبيبي لا تتاله على الله، الجنه والنار بيد المولى تبارك وتعالى. ما حدش فينا عارف مين داخل الجنه ولا مين داخل النار، ولا حد يعرف، ولا حد يعرف. وبعدين عيب انك تقول على علي محمد علي ده سهن، والراجل مش عارف يعني ايه كلمه سهن. يعني ده الوصف اللي انت لقيته لعلي محمد علي؟ هاخد بكلام الاستاذ محمد عواد السيناريست الشهير، بيقول لي والله خساره في الديتين اللي انت اتكلمت فيهم.